السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بالإجابة على السؤال الثاني من التمرين الثالث من الامتحان الجهوي 2018 لجهة فاس الكناس. قالوا في السؤال الثاني بين أن ميل المستقيم AB هو ناقص 1/2، واستنتج معادلته المختصرة. إذن كندير أنا نعلم أن الميل إيش كيساوي؟ نعلم أن الميل آن، لأن أي معادلة مستقيم تكتب على شكل Y تساوي MX زائد B. إحنا بغينا آن، إذن نعلم أن آن إيش كتساوي آن؟ بما أن عندي أنا المستقيم AB هو فرق الأرتو بين ديال النقطتين اللتان تنتميان للمستقيم AB على فرق الأفصولين ديال النقطتين اللتان تنتميان للمستقيم AB. إذا فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين. Y B هو 3 و Y A يساوي 1 على X B يساوي ناقص 1 و X A يساوي 1 يساوي وعيد Y B يساوي X Y A يساوي 2 عفوا. إذن Y B هو 3 و Y A هو 2، إذن 3 ناقص 2 و X B ناقص 1 و X A يساوي 1، يعني ناقص 1 ناقص 1، 3 ناقص 1 يساوي 1 و ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2. غادي نجيب هاد الناقص هادي نطلعها أمام السطر فتصبح ميل المستقيم AB هو ناقص 1/2. كندير ومنه ميل مستقيم AB هو ناقص 1/2. للاستنتاج للاستنتاج ديال المعادلة المختصرة للمستقيم AB، احنا لدينا لقينا الميل ديال AB ياك. إذا AB غيكون هو ذو المعادلة ماذا؟ و Y تساوي الميل كما كتلاحظوا هنا هو الميل مضروب في X زائد B P اللي هو الأرتو بعيد الأصل. إذا الميل مضروب في X زائد B، يعني حنا لقينا الميل ما غاديش عارف نقلب عليه. دابا أنا من بعد لنحدد B غنحددو B، كان نحددو غادي ناخذ احد النقطتين ونعوض فيها نقطتين. لدينا بدل ديال Y ناخذ وحده من هاد الجوج، انا ناخذ نقطه Y A كتساوي ناقص 1/2 X غنردها هي X A زائد B. شنو درت باش يمكن لي نلقى B؟ غنعوض هنا وهنا بإحداثيتي احد النقطتين اللتان تنتميان للمستقيم AB. انا عوضت بالنقطة ولات هنا Y A وهنا X A. بعد ذلك غادي نعوض Y A بقيمتها Y A تساوي 2 ناقص 1/2 في 2 زائد B. شنو درت؟ عوضت X Y A بقيمتها و X A بقيمتها اللي هي 1 عفوا هنا 1 إكس أي يساوي 1. إذن هي 2 تساوي ناقص 1/2 زائد B. إذن هي 2 كتساوي ناقص 1/2 زائد B. ناقص 1/2 دوز لينا تولي زائد 1/2 كما قلت قبيلة فاش بغينا نقلبو على كا، وتكون من الأفضل يدوز العدد وخليه المجهول على اليمين باش الإنسان ما يتخربقش في الإشارة، لأن كثير ديال الكلام كيتخربقو في إشارة. 2 في 2 هي 4 زائد 1، إذا شنو درت؟ وحدت المقام. إذا بعد ذلك هي 4 زائد 1 هي 5 على 2 يساوي B، وبالتالي تكون المعادلة ديال المستقيم AB شنو هي؟ AB المعادلة ماذا؟ Y تساوي ناقص 1/2، كنكتب لك المعادلة اللي كتبتها هذه التقبيلات اللي خبيت بها لدينا، زائد بي غندير زائد 5/2. كون بذلك استنتجت المعادله ديال المستقيم، المعادله المختصره ديال المستقيم AB.
ثم في السؤال رقم 3 طلبوا منا نحدوا المعادلة أو نبينوا أن معادلة المستقيم دلتا الذي معادلة نبينوا أن معادلته كتساوي ناقص 1 على 2 إكس زائد 3 يوازي المستقيم أبي ويمر من النقطة عشرة إحداث إثنتين أربعة واحد. سؤال رقم 3 بين أن المستقيم معادلته هي ناقص 1 على 2 إكس زائد 3 واخا هذا السؤال 3 شنو قال لنا في المال المستقيم دلتا اش دير؟ مالو؟ قالوا لنا دلتا يوازي المستقيم ابي ها دلتا يوازي المستقيم ابي يعني ماذا؟ يعني ان لهما نفس الميل اذا كان عندهم نفس الميل اش نعنيو هذا؟ اذا كيمكن لي نكتب المعادله ديال دلتا كالاتي خلاص بالصيغه ديال المعادله y تساوي mx هي ناقص 1 على 2 نحاول نكتبها له للاستاذ باش يفهمها باش ما يقولكش راه نكتبها له اذا يعني ان لهما نفس الميل ناقص 1 على 2 اذا غنعوض هذا الميل اللي عندي ذاك الاستاذ انا نوصحك يا بعض المصححين ما تيبغيوش هاد الزربه هادي اذا انا نبينو له حطو له هاديك ناقص 1 على 2 حطو باش الاستاذ المصحح حط له وقتي كامل اذا هي y تساوي ناقص 1 على 2 x زائد b بحال اللي درنا الابي على دابا دابا لينا حديد b هنا المستقيم ديال تا قالوا لنا ويمر من النقطة ه كيمر من النقطة ه ذات الإحداثيتين 4 1 إذا في الفكرة ديال أخويا تعودت بها لأن كنت كنحسن على المستقيم أبي هنا كنحسن على المستقيم ديال تا المار من ه إذا غادي نرد هادي إكريك ه كتساوي ناقص 1 على 2 إكس ه زائد بي أي إكريك ه كم يساوي إكريك ه يساوي 1 وكم يساوي إكس ه يساوي 4 إكريك ه يساوي 4 زائد بي أي 1 كيساوي ناقص 2 لأن ناقص 1 على 2 في 4 يساوي ناقص 2 زائد بي هذا غير حساب 4 على 2 يساوي 2 2 1 في ناقص 1 عفوا يساوي ناقص 2 كما قلت دائما ندوز أنا العدد حدا صاحبه إذا 1 زائد 2 يساوي بي إذا 3 تساوي بي لاحظتوا أنا لقيت داك بي كتساوي 3 ديال الطريقة الكبيرة اللي ومنه معادلة مختصرة للمستقيم دلتا هي y تساوي ناقص 1 على 2 كنكتبها كاملة اللي كنكتب قبيلة زائد بي غنزيد عليها 3 اللي طالبين مني وكنكون جاوبت على السؤال تاليت كذلك من التمرين التاليت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.